نتوقع دلوقتي في المستويات دي؟ يعني ايطاليا مع انجلترا في النهائي دي مباراه ممكن بتاعت يومها بتاعت حسابات بتاعت اثنين مدربين فنيين. اي ماتش فاينل اي ماتش فاينل ممكن ما يبقاش يومك، ممكن الماتش ماشي ناحيتك اول دقيقه جون، ممكن تلاقي بنالتي مش عارف، ممكن تلاقي اللعيب انت زي ستيرلينج مثلا مش شايف فانت فقدت حاجه مهمه جدا هجوميا او بنالتي بتاعت في حاجات كل حاجه. توقعاتك النهائي؟ انا بتوقع ايطاليا، انا بقول ايطاليا وكوبا امريكا برازيل. حزم توقعات ولا امنيات؟ توقعات. بص انا كنت شايف ايطاليا بصراحه، بس بعد ماتش النهارده، بس بعد ماتش اسبانيا مع ايطاليا، اسبانيا كانت احسن من ايطاليا بصراحه يعني. واسبانيا عايز اقول لك حاجه، الفتره الجايه هتليد اوروبا عشان يعني. سنهم صغير، سنهم صغير جدا، في سته بيلعبوا منتخب اولمبي، سته من بيلعبوا امبارح اول امبارح دول منتخب اولمبي يعني، قد رمضان وقد مصطفى وبيلعبوا اساسيين وعاملين ماتش عالمي وخسروا بلنتيات يعني. عزومه في المطعم اللي كنا بناكل فيه امبارح. حاضر. بس مش انا وانت بس، الناس كلها كل الصف. على ايه بقى؟ ان انا المطعم اللي كنا بناكل فيه ان احنا ايه يعني، انت بتقول ان انجلترا تكسب، انا بقول ايطاليا. خدوا بقى وروحوا خدوا اصحابكم وروحوا. انت بتقول انجلترا؟ انا نفسي ايطاليا اللي كنت فيه، انا نفسي ايطاليا تكسب. اما انا نفسي بتحقق. لا 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 مش ده واحد تاني. واحد تاني. لا مطعم اللي كنا فيه ده، لا لا هو حاجه تانية، حاجه تانية. ما ينفعش نعمل ايطاليا امبارح؟ احنا تاريخ الصبح كنا يعني نتغدى. حاجات قبل ماتش ايطاليا واسبانيا وقبل ماتش انجلترا كنت بقول ايطاليا، بس ما اعرفش يعني، اتمنى ايطاليا بس انا شايفها انجلترا.